إسلامها والتمكين لها في صدق عبادتها. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا في هذه الأمة قدوتها ومصابيحها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل عدة عند البلاء، وأمضى مكيدة عند اللقاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، الدهر ذو غير والعبد ذو دجر، وما هو إلا قضاء وقدر، فطوبى لمن أصابته سراء فشكر، وطوبى لمن أصابته ضراء فصبر، وطوبى لمن أصابته بلوى فاعتبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء، بما رأى من الحكمة وسبق من الكلمة، إما عقوبة ونقمة وعذابا، وإما تمحيصا وابتلاء واختبارا. قال جل في علاه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. أيها الإخوة المسلمون، مآسي أمتنا كثيرة، وجراحاتها مؤلمة غائرة، ومعاناة المسلمين في تجدد مستمر، وما ذاك إلا مصداق ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: ومن قلة بنا نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وإن مما يأسف له الخاطر ويألم له القلب أن يتكالب الأعداء على المسلمين ويتواطؤ على قتلهم وتشريدهم واضطهادهم وظلمهم، وفي المسلمين من لا يعرف شيئا عن هذه المآسي والأحداث الدامية، أو لا يهتم بأمورهم وقضاياهم. ولعل العجب يزول إذا عرفنا أن أعداء الإسلام والمسلمين نجحوا في تقطيع أوصالنا وتفريق كلمتنا وتشتيت اهتماماتنا، حتى أصبح البعض لا يفكر إلا في نفسه، ولا يهتم إلا بأمر عيشه ورفاهيته، تاركا كل هذه المآسي والأحزان خلف ظهره. ولعلنا نسلط الضوء في هذه الخطبة على جرح من جراح أمتنا القديمة المتجددة، ونستعرض سلسلة من المآسي التي عانى منها شعب مسلم بأكمله منذ أكثر من 60 عاما، ولا يزالون يعانون حتى هذه اللحظة. إنه شعب أراكان بورما المسلم، وقضية إقليم أراكان أحد ممالك المسلمين التي احتلها البوذيون وضموها إلى بورما، وأصبحت تسمى مؤخرا دورة مايانمار. فأين يقع هذا الإقليم؟ ومتى دخله الإسلام؟ وما قصة المسلمين مع البوذيين؟ وكيف احتلت بورما أرضهم وشردت هذا الشعب المسلم؟ وكيف تجددت حملات الإبادة وال... We strive toward this dream of peace where all species can share common ground. التطهير العرقي من جديد، وما واجبنا تجاه هذه القضية المقلقة من قضايا المسلمين؟ أيها الإخوة الأحباب، تقع مملكة أراكان التي احتلتها بورما البوذية وصيرتها إقليما من أقاليمها في جنوب شرق آسيا، تحدها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال وتايلاند، ومن الشرق لاوس، ومن الغرب بنغلاديش. وصل الإسلام إلى أراكان في القرن الثاني الهجري عام 172 هجري عن طريق التجار العرب الذين وصلوا ميناء أكيان عاصمة أركان فيها عهد الخليفة الراشد هارون الرشيد رحمه الله. وأقيمت في أركان
سلطنات إسلامية كثيرة، وفي عام 1430 ميلادي قامت مملكة إسلامية على يد السلطان سليمان شاه، واستمرت إلى عام 1784 ميلادي، أي قرابة 3.5 قرون تتابع على حكمها 48 ملكا مسلما على التوالي، وآخرهم الملك سليم شاه. وكانوا يكتبون على العملات كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الأربعة باللغة العربية. كانوا يكتبون على العملات كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الأربعة باللغة العربية. وفي عام 1784 ميلادي احتل الملك البودي مملكة أراكان وضمها إلى بورما خوفا من انتشار الإسلام في المنطقة، وعندها بدأت معاناة المسلمين هناك، وضاعت فصولها وسط جراحات الأمة المتتالية. وحتى يعرف المسلمون شدة وطأة المعاناة حتى يعيشها مسلمو أراكان، أوجزها في النقاط التالية. أولا، تحاول الحكومة البوذية طمس الهوية والآثار الإسلامية بتدمير المساجد والمدارس التاريخية وبناء معابد للبوذيين في مكانها وقتل للعلماء والدعاء. ثانيا، التطهير العرقي والإبادة الجماعية للمسلمين بكل أنواع الاضطهاد من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض ومصادرة الممتلكات من منازل ومزارع ومواشٍ وأموال وغيرها، حيث أبيد في بعض تلك المجاسر أكثر من 100,000 مسلم. حيث أبيد في بعض تلك المجازر أكثر من 100,000 مسلم. ثالثاً، إلغاء حق المواطن للمسلمين، حيث تم استبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين، ومن يرفض فمصيره التعذيب والموت في المعتقلات. رابعاً، حرمان المسلمين من العمل في الوظائف الحكومية ومواصلة التعليم العالي. خامساً، العمل القصري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء السكنات العسكرية أو شق الطرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية. يسخرون بهم. سادساً، منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج، وعدم السماح للمسلمين باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق. سابعاً، عقوبات اقتصادية مثل الضرائب الباهظة في كل شيء والغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل إلا للحكومة العسكرية أو من يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم فقراء أو لإجبارهم على ترك الديار. ثامناً، تخليل أعداء المسلمين بأساليب شتى كتحديد النسل وتشديد شروط الزواج والإنجاب وغيرها. وبعد هذه السلسلة من المعاناة واستمرار حملات التقتيل والتهجير القسري، لم يكن أمام المسلمين إلا الفرار بأغلى ما يملكون هو دينهم وعقيدتهم. فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين إلى الله فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين إلى الله يطرقون أبواب الدول الإسلامية المجاورة كبنغلاديش وباكستان وتايلاند والهند وماليزيا وبعض دول الخليج. وكلما زاد بطش البوذيين بالمسلمين خرج تلة منهم وهاجروا إلى بلدان شتى. وأما من بقي داخل ميانمار بقي وسط معاناة لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، خلال الأسبوعين الماضيين تجدد بطش البوذيين بالمسلمين، حيث تعرض 10 من دعاة المسلمين الأركانيين إلى مذبحة شنيعة قضوا نحبهم فيها بعد أن هوجموا من قبل جماعة بوذية فتكوا بهم جميعا ومثلوا بجثثهم. وقد نقلت وسائل الإعلام صورا فظيعة لضحايا هذه المجزرة التي لم تجد من ينطق.